كفايه اخسر فورتنايت اخسر اي لعبه الا هذا ضحك عندي. السلام عليكم، معكم عبد الله، اخباركم ان شاء الله كلكم بخير وانتم تشوفون هذا الفيديو. كيف الحال؟ تشوفون ان شاء الله خلفيه تصوير جديده، وامس نزلت فيديو، قبل امس نزلت فيديو، واليوم انزل فيديو. انا ما ادري مين انا ما ادري خلاص. اوكي، في البدايه اذا كنت تشوف هذا الفيديو مو مشترك خلنا نخلص الموضوع، اشترك وفعل زر التنبيهات يطلع لك الحين بالشاشه، واضغط زر اللايك. المره هذه نبغى الفيديو هذا يوصل 100,000 لايك، والله من زمان ما وصلناها. طيب في البدايه اللوحه اللي هنا راح تكون لوحه انجازات او اشياء كنا نسويها مره رهيبه. يعني مثلا اول شيء رهيب انك دخلت تشوف الفيديو، فان راح اعلق صورتك بالمقطع الجاي. لا جد، يعني مثلا فيديو دخل الترند، طبعا لي 6 شهور او 7 شهور ما دخلت ترند يوتيوب، ما ادري وش فيه علي. فاذا ان شاء الله دخلنا الترند بعد يعني 25 سنه 30 سنه متى ما اليوتيوب رضى عنا، راح احط اكسر جوال اجيكم. والشيء هذا اللي فوق يا اخوان هذا يعني باذن الله راح اعلق عليه الصور والتصاميم والرسمات اللي تجيني على حسابي في الانستغرام. فاذا عندك تصميم، عندك رسمه تحس نفسك فنان، ارسل لي اياها على الانستغرام او سوي لي تاج بس عشان اتاكد اني اشوفها، راح اعلقها هنا تطلع كل الفيديوهات. عطينا درع المليون، وتحت في زرع، ما الزرع كذا حسيت انه يعطي كذا يعني جو للفيديو. طيب خلاص عبد الله مبروك، خلنا نبدا فكره فيديو اليوم. كلمت متابعيني بالانستغرام وسناب شات وقلت لهم السلام عليكم، اليوم انا حزين، انا مكتئب، ابغى اضحك. فقالوا لي موضوع عندي، ارسلوا لي فيديوهات تضحك، المفروض انها تضحك ان شاء الله يعني. فدخلت على رسائلهم وحفظت الفيديوهات بدون ما اشوفهم، فقلت راح اسوي تحدي الضحك مع نفسي. بس بيني وبينكم في شخص افضل راح يلعب معي هذه اللعبه اللي هو انت. اي انت اللي قاعد تشوف الفيديو، انت راح تلعب معي. اوكي ركز، بنشوف فيديوهات مع بعض، اذا انت ضحكت اكتب والله خسرت. اوكي خلونا نبدا بالفيديو الاول، نقول بسم الله 1 2 3. كمبيوتر سبيك تو مي كمبيوتر، وش تبي؟ كم مره يقول مره واحده يكفي، ولا تقول رينج 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 رينج، حيوان انت، كل زق، وش تبي؟ قول لي. اوكي داو خسرت في اول فيديو، لحظه راح يكون عندي 3 حياه. عطني الجروب، سلام عليه، هذه جروب ان شاء الله. الحين راحت واحده باقي 2، لازم اركز. كفايه اخسر فورتنايت اخسر في اي لعبه الا هذه، ضحك عندي. ايه هاي كركز من الحذلول، لوجين ما في من الكلام، من السعوديه، من البرة، من الكلام كثير كثير، من السعوديه، من يضرب، من المطوع، من الكسر، من العظام، من الحذلول، من اللوزين. اوكي هذا الفيديو مكتوب عليه اذا انشبت براسي اغنيه. خلينا نشوف اذا انشبت براسي اغنيه وش يسوي. بسم الله. قلت لك تسافر يعني تسافر بلا في شكلك، احنا لازم ننظف الوطن من اشكالك وطني الحبيب. انا في شكلك انت التاني، هذا وقته تغني. اوكي يس نجحت. اوكي الان ما ادري ايش صار معك، فان شاء الله انك الى الان فايز معي، او انك خسرت مره واحده صار عندك حياتين زي عشان خلاص تصير اخويا للابد. زين الفيديو اللي بعد هذا الفورتنايت ان شاء الله يعني يكون الفيديو يضحك ان شاء الله. واش رن فاير النار. شيان والله موت خلاص. لقي سوي الفزاز. مالك اطلق النار اطلق النار. ممكن النكتة الى الان ما وصلت، باقي من الفيديو 20 ثانية، خلونا نشوف. يا رجال كسرت البينة كله. تعال وينو؟ فوق؟ تحت خلنا نزل، استنى. جا في الحمام هو؟ اوكي الفيديو رقم 5. بسم الله. السلام، احلى اكل من دون ارباشه. اقول لك شو اسمك انت؟ نرجس.
ها؟ شو اسمه؟ نرجس. نرجس ونغني؟ تعال لا 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 انتبه انتبه. وش هذا؟ وش اسمك؟ نرجس. نرجس ولا نغني؟ ترى والله حلو، فكر فيها شوي. اوكي الى الان انا مبسوط، الى الان انا مستانس، الى الان عندي حياتين. فخلنا نشوف الفيديوهات اللي بعد. متابعين سناب شات ما ادري وش فيهم راسلين فيديوهات زي كذا، ان شاء الله اتوقع متابعين الانستغرام مكسرين الدنيا بالضحك. لا 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 يا اخي المقاطع اللي زي كذا استغرب من الناس اللي يضحكون عليها. واحد طاح وانكسر راس دم هو. ما ادري الفيديوهات هذه ما اعتبرها تضحك. الحين خلصنا متابعين سناب شات، خلونا ننتقل المتابعين انستغرام، خلونا نشوف وش يرسل. بسم الله. وقف 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 وقف، شو مخابيك انت؟ ها طلع في مخابيك، طلع في مخابيك. جاي المعرض الكتاب بسكين؟ ليه المقرود؟ ليه؟ وش ذا البلاوي؟ ها متاثر فيلم سو انت؟ الذبه نايمه يا ابوي. وشو الذبه حقت فيلم سو نايمه؟ يا سفر تعاقدي من اعداد المكتب. والله يا حلو وربي صدمني. اوكي الحين عندي حياه واحده بس. الموضوع الحين صار جدي، الموضوع صار شخصي مع كل واحد راح يرسل لي فيديو يضحك، لازم افوز. طبعا قبل ما نروح للفيديو اللي بعده، ترى مكتوب هنا لايك، هنا اشتراك، وهنا مقطع جديد لانه هذا الفيديو جديد، وهنا مكتوب توبز اسم القناه. اللي يا شباب بليز اذا حد قابلني لا يناديني باسم القناه، يناديني باسمي عبد الله، لانكم كلكم تجيبون العيد بالاسم. توبز توباز عبد الله، والله احلى اسم. وهنا فيس يضحك، سمايل، ابتسم، الحياه حلوه، بس الا بهذا الفيديو، الفيديو هذا راح يضحك. اندر بودر مادر رجله مطرله كرله اندر ماودر ماي واغدله اودر كارتن رجله اندر بور. خسرت. طيب شباب بحكم اني استاهل حياة جديدة، لو سمحت لو سمحت لو بليز الفيديو هذا حقي واللعبة لعبتي. تبغى تلعب؟ ها قلبين. لا مو بلي، واحد لي واحد لك. اوكي فكل واحد صار عنده حياة جديدة الحين. اوكي الفيديو اللي بعد يقول لما تكون بطل خارق لكن ما فيك حيل. بسم الله. سبايدر مان سبايدر مان، في عيلة تتعرض للسطو مسلح، تعال ننقذهم. بالله عطني الضحكة مرة ثانية. هذا الفيديو مكتوب عليه المصمم مطلوب. بسم الله. اوكي نروح للفيديو اللي بعده. هذه اخر مقطعين من حقنا الانستغرام، فان شاء الله انها تكون كويسه ونضحك مع بعض ننبسط. او لا المفروض ما اضحك عشان ما اخسر، والله ما ادري. خلينا نشوف الفيديو. بسم الله. No regret. Tonight I'ma make you taste it. Go your love, why no no. Shake your body. ايش في احنا وفي ايه ده؟ اذكر اني كنت مصور قاعد اقول ارسلوا لي فيديوهات الضحك. انا عارف يعني بالله وش رايك بالله؟ لا قلت له بالله. الناس ناس ناس بدت تفهم بالعكس. اقول شوف فيديوهات ضحك ارسل لي افجر المستشفى ما ادري اقبض عليك. ايش في؟ بلاش مع عيال عمي بلاش. الحين وش انا خسرت ولا فزت؟ اوكي يا عيال الحين بنروح للمتابعين تويتر، برضو كتبت تغريده وقلت اعطوني فيديوهات تضحك، فراح نشوف مع بعض مقاطع ناس سووها من تويتر. يلا بسم الله. بدل هاي روح الخلف. ويرجع عيد كل مرة وكل شوي يقول لا لا يا خا المرة هذه من جد. يلا اسمع. امسكه وشوف ناظر فيه، كل عصير جديد في الأسواق. طيب يا أخي إذا تشرب منه شرب ذا وباقي تناظر في الكاميرا وتبتسم. أبشر. واحد اثنين ثلاثة. عصير جديد في الأسواق. قلت وقف وقف، هذا مو بعصير دعب والله، الليمون حامض
ليمون بس مركز بزيادة ده. اوكي عيال اتوقع اني خسرت خسارة فادحة والشي هذا جرحني شوي لاني بكل لعبة العب بكل تحدي اخسر ما افوز ولكن اهم شيء ضحكنا وانبسطنا ووريتكم الاستديو الجديد. بكره شوف تخيلوا بكره راح يكون في فيديو الفورتنايت اللي ما شاف الفيديو الماضي حق امس يروح يشوفه علشان يعرف وش اصلا الفيديو الجاي. فهذا كان كل شيء الفيديو اليوم. اتمنى لكم استانستوا وانبسطتوا واكتبوا بالكومنت اذا ضحكتوا وخسرتوا ولا لا سكتوا طول الفيديو بدون كذب. ها اشوفك. اوكي هذا كان كل شيء الفيديو اليوم. اشترك اذا ما كنت مشترك بالقناه وانضم للمليون و674119 واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كان معكم عبد الله ويلا سلام.